اسمع، وأنا مسؤول عن كمال أمام التاريخ. ذهبت إلى إيران عام 1992 بترتيب من سماحة السيد محمد باقر الحكيم يوم ذاك في أعقاب مؤتمر المعارضة في صلاح الدين. تمام. وعندما كنت في إيران وكان معي الدكتور حسين الجبوري النائب السابق، طلبوا مني وأنا في طهران، أنا مش عن الجبوري أخوك، أن أزور قبر الخميني، وقالوا لي والحسين الجبوري في الجلسة إنه جرت العادة إن الذين يزورون إيران يذهبون إلى زيارة قبر الخميني. قلت له سيد، كثير من أهلي يئنون في معسكرات الأصل في إيران، وأمي في العراق إذا سمعت بالأخبار أني زائر قبر الخميني سأوقعها في الحرج أمام صديقاتها وأمام النساء اللائي تلتقيهن في مجالس العزاء. كانت هذه آخر مرة في حياتي أزور إيران عام 1992. لم أدخل السفارة الإيرانية، لم ألتقي بمسؤول إيراني، لم أحضر لهم حفلة، لم أجتمع معهم بالسر. كنت في بعض المعارك في ساحة المعركة أكون متواجد، وربما يكون جنرالات إيرانيين موجودين، وأحياناً الحاج قاسم سليماني، نعم، ولكني لم ألتقيه أبداً.